هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذه الحلقة هو الشيخ الدكتور العلامة الدكتور حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات في دار الإفتاء الليبية. مرحبا بكم أستاذنا الشيخ حمزة، مرحبا بكم. مرحبا شيخنا، كنا في الحديث أو في الأسابيع الماضية تحدثنا عن أحكام عقد النكاح في الشريعة الإسلامية، وفي الأسبوع الماضي تفضلتم بالحديث عن أركان عقد النكاح، وتحدثتم أيضا عن شروط عقد النكاح منها الصداق ومنها الإشهاد على ذلك. اليوم نريد الحديث عن الأمور المترتبة على عقد النكاح. لا شك أن كل عقد له آثار شرعية شيخنا، فما هي بداية الأمور المترتبة على عقد النكاح لعلنا نجملها ثم نفصل شيخنا؟ تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تحدثنا نعم عن بعض أركان النكاح، الحقيقة لم نكملها، ولذلك سنوجز بقيتها إيجازا، أرجو أن لا يكون مخلا. تحدثنا عن قضية الصيغة، صيغة العقد، صيغة النكاح، وتحدثنا عن المحل كذلك، وقلنا إن الصيغة هي زوجت وأنكحت، واختلف الناس في بقية الألفاظ، فبعضهم منع النكاح بها وبعضهم سوغ النكاح بها، ولكن مع ذكر المهر. وبالنسبة لمسألة المحل، قلنا هي الزوج والزوجة. نعم. وذكرنا فيما أرى بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الزوجة، وأهمها ألا تكون مريضة على رأي المالكية. نعم. مرضا مخوفا، لأن هذا يمنع النكاح عند المالكية. نعم. نعم. المرض الذي يسبب غالبا الموت. نعم. وألا تكون مجوسية، يعني لأن الإسلام أباح الكتابية فقط من الكفار. نعم. وكذلك يعني ألا تكون يعني ذات زوج. نعم. فإن كانت ذات زوج فلا ينفع العقد عليها. نعم. وكذلك ألا تكون محرمة بأحد النسكين. نعم. أما بالنسبة للزوج، نعم، فلا بد أن لا يكون محرما كذلك. نعم. وأن يكون مسلما بطبيعة الحال، ولا يجوز بحال أن يتزوج الكافر المسلمة. نعم. بينما قلنا المسلم له أن يتزوج الكتابية، يهودية كانت أو نصرانية. نعم. وأن لا يكون عنده أربع زوجات. فإن طلق إحداها أو إحداهن فلا يمكنه أن يعقد على الخامسة حتى تخرج من عدتها، أو إلا أن يكون طلاقا بائنا. كذلك لا يكون محرما كذلك، لا بحج ولا بعمرة. ويعني هذه تقريبا أهم الشروط، وأن لا تكون هذه بائنا منه. نعم. طلقها طلاقا بائنا فلا يصلح أن يعقد عليها من جديد. نعم. هذه بالنسبة للمحل بسرعة كبيرة. نعم.
بقي لنا قضية الولي، ذكرناه في الحلقة الماضية، ويعني بقي لنا مسألة مهمة، وهي أن يكون الولي بالغا طبيعة الحال، وأن يكون ذكرا في حق المرأة طبيعة الحال. أما في حق الزوجة فيمكن أن تكون امرأة، نعم، التي هي ولية تزوج هذا الرجل. إذن الزوج يمكن أن تعقد له يعني امرأة، نعم. وأما بالنسبة للأنثى فلا تعقد عليها امرأة أبدا، هذا نعم هذا المشهور عند المذاهب. نعم. هذه خلاصة سريعة، ونرجع إلى سؤالكم. نعم. فنقول إن هذا العقد الصحيح يترتب عليه الأمور الآتية. نعم. أولها يعني قضية حق الاستمتاع. نعم. لكل من الزوجين. نعم. أحدهما بالآخر. نعم. للزوج أن يستمتع بزوجته جميع الأمور، وللزوجة أن تستمتع بزوجها. نعم. وكل شيء يعني حلال لهما عندما يكون العقد صحيحا. نعم. إلا أن الزوج ليس له حق يعني الإيلاج في الدبر. نعم. هذه قضية عندهم ممنوعة عند جميع العلماء. نعم. أما البقية الباقية لا شيء في ذلك. نعم. نعم. ويعني الاستمتاع هذا، ويترتب كذلك على هذا العقد أن تلزم الزوجة نفقة الزوجة. عليه النفقة. نعم. ولو كانت الزوجة غنية، فمجرد أن يعقد ويدخل، والعلماء فصلوا في المسألة. نعم. قالوا العقد نفسه. نعم. لا يلزم النفقة، لكن الدخول يلزم به النفقة، لكن العقد إذا دعي الزوج للدخول وكانت المرأة مطيقة، فيعني وهو الذي أبى أن يدخل أو تأخر، فإن النفقة إذا طلب بها فهي لازمة له. نعم. إذن هذا هو الذي يترتب على العقد. يترتب عليه كذلك مسألة أخرى، وهو ملك العصمة. الزوج يملك عصمة هذه الزوجة، فيجوز له أن يطلقها. نعم. نعم. لأنه مالك لعصمتها. نعم. وسنتحدث إن شاء الله، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، سنتحدث عن مسألة الطلاق بالتفصيل. نعم. كذلك يترتب على عقد النكاح مسألة التوارث. إذا عقد الزوج على الزوجة ومات أحدهما، نعم، فيرثه الحي، الحي يرث الميت منهما. نعم. يعني حتى ولو طلقها طلاقا رجعيا فإنها في حكم الزوجية. نعم. من مات يعني يرثه صاحبه. نعم. قضية الميراث كذلك، وربما نفصل مسألة الميراث. نعم. نفصله في مسألة مهمة تحدث كثيرا، وهي إذا طلق في المرض. إذا طلق الزوج زوجته في مرضه، والمرض دائما لما تحدث في قضية الفقه نقصد بالمرض المخوف. نعم. المرض الذي غالبا ما يؤدي إلى الموت. نعم. إذا طلق الزوج زوجته في مرض الموت ثم مات هو. نعم. نعم. فإن الزوجة ترثه. أه. عند في المذاهب فيها خلاف كبير جدا، لكن اللي يهمنا مذهب المالكية الآن. نعم. المالكية عندهم ترثه معاملة له بنقيض مقصوده. نعم. لأنه في الغالب، قلنا مش ضروري يقينا. نعم. في الغالب يريد أن يحرمها من الميراث، فعاقبه الشارع بأن ورثها منه. قلت غالبا، لأن بعض الناس فعلا يطلق في المرض لا لسبب حرمان، وإنما هكذا لأمور أخرى. نعم. ولذلك يعني في الصحابة طبقوا هذا الأمر ولم ينظروا إلى قضية هل طلقها هذا الزوج
بسبب لا يريد منها أن ترث أو لسبب آخر. المهم المعاملة بالنقيض المقصود كقاعدة فقهية طبقت على الجميع بغض النظر عن التفاصيل. وهذه تجرنا إلى حديث آخر، وهو أن الأحكام الشرعية المنظور فيها إلى الغالب، ليس إلى اليقين وليس إلى كل شخص على حدة. ولذلك لما منع الشارع الخمر منعه كثيرا قال كان أو قليلا. لما يعني مسألة المعاملة بنقيض المقصود هذه نظر إلى أن الغالب يعني الذي يطلق زوجته في مرض موته في الغالب يريد أن يتخلص من ميراثها، وليس بالضروري كل من يطلق في هذه الحالة قد أراد ذلك. فإذا عمل بنقيض المقصود فورثت منه. هذه بالنسبة لقضية ما يترتب على عقد النكاح. لا أعرف إذا كان هناك يعني سؤال آخر. نعم شيخنا، يتعلق بهذه المسألة. نعم، أنتم ذكرتم أن مما يترتب على عقد النكاح هو النفقة. ماذا تشمل النفقة شيخنا هنا عندما نقول المرأة النفقة؟ نعم، نفقة الزوجة هي مأكلها ومشربها وكسوتها، بما يتعارف عليه الناس حسب البيئة التي تعيش فيها. ويذكر فقهاؤنا يذكرون أن النفقة والحالة هذه ينظر فيها إلى حاله وحالها، يعني ينظر إلى الحالين. يعني إذا كان لأن بعض الأحيان حالهما مختلف فينظر إلى المرأة وإلى الرجل، فلا يكلف فوق طاقته، وهي أيضا لابد أن يراعى حالها كيف كانت تعيش مع أبيها. فإذا هذه بالنسبة للنفقة لم تقدر تقديرا دقيقا. لماذا؟ لأنها ترجع إلى العرف. وهذه يبينها لنا حديث هند نعم المشهور، عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وبينت له أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها هي وبنيها. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد لها ما تأخذه من زوجها لتنفقه على نفسها وعلى أولادها، ولكن بعد ذلك يصبح القضية تقنينية. يصبح لكل أحد أن يتبع ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل من هذا الحكم وهذه الحادثة قاعدة عامة تصلح لكل مكان وزمان. فبين لها قضية العرف. فما يكفيها وولدها عرفا، إذن لا إفراط ولا تفريط. فأرجعها إلى العرف. وهكذا بعض الأشياء التي يعني ينظر فيها الشارع إلى أن الأمور متغيرة في الأزمنة والأمكنة لا يقننها، لا يحددها تحديدا دقيقا، وإنما يرجعها إلى العرف. نعم شيخنا، أيضا في حديثنا عن العرف يعني هو لعلكم كما في كلام علمكم أن من حقوق الزوجة أيضا زيارة والديها، وهل هناك توقيت معين شيخنا لزيارة الوالدين، مثلا مرة في الجمعة أو أكثر أو أقل؟ نعم، تحدث الفقهاء عن ذلك ويعني قالوا هو العرف يحدد ذلك، لكن إن لم يكن عرف فذهابها إلى بيت والديها يكفي فيه مرة في الأسبوع. لكن بقي إذا منعها من ذلك الزوج. إذا كان القضية فيها ضرر ليس لسبب آخر، يعني هذه القضية قضائية يدرسها القاضي ويعني يسأل عن الحيثيات التي تتبعها. فإن لم يكن سبب فله أن يمنعها من الخروج. ولذلك الفقهاء يتحدثون مع أن حقوق الوالدين
نعم. يعني معروفة في الشرع، لكن قالوا إذا حلف لها الزوج ألا تخرج فجاء أبوها ليخرجها أيهما تطيع؟ قالوا تطيع الزوج. هذه صرح بها الفقهاء. لكن إذا كان المسألة المنع هذا يسبب ضررا هذا شيء آخر، لأن عندنا قاعدة شرعية أخرى وفقهية أيضا، لا ضرر ولا ضرار. هذه المسألة. نعم نعم شيخنا، أيضا في من الأمور المهمة لعل الآن ولعلكم عندكم دراية ببعض المشاكل في القضاء، وهو قضية السكنة. شيخنا، يعني هل هناك معيار محدد للسكنة يعني يجب توفيره للزوجة حتى يسمى سكنة؟ ولعل السكنة أيضا تدخل في باب النفقة، فهل هناك أيضا معيار للسكنة بحيث يكون البيت متكون من غرف مثلا، أو لا معيار مضبوط؟ صحيح، هذه قضية كلها ترجع إلى العرف. قضية النفقة ذكرناها، وقضية السكن كذلك، يعني بحسب حاله وحالها. فإذا وفر لها يعني بيتا، والبيت احنا الذي نسميه دار، نعم، فبمنافعها يعني دورة مياه، حمام، نعم، وكذلك مطبخ، هذا كافي. نعم، إذا لم يكن معها أطفال، وإلا فلا بد من حجرة أخرى لأطفاله. نعم. فالقضية لم يقننها الشارع، نعم، وإنما تركها لعرف الناس، بحيث يكون لا ضرر فيها على الزوجة ولا ضرر على الزوج كذلك، لأن الضرر ممنوع ويجب رفعه في كل الأحوال، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك احتفاظ الزوجة شيخنا بانتمائها العائلي وذمتها المالية مما يذكره الفقهاء كذلك شيخنا في هذا الباب، لو تزيدنا وضوحا أو توضيحا. صحيح هذا. نعم، من ناحية يعني من ناحية اقتصادية، احنا عندنا الزوجة لها أمرها يعني المستقل. نعم. أولا لا تحمل اسم الزوج كما هو عند بعض الأوروبيين، نعم، بل ربما الأوروبيين كلهم، نعم، وإنما تحتفظ باسم والدها، وهذه استقلالية. نعم. نعم، كما أن لها أن تملك. نعم، لا يتدخل الزوج في ملكيتها، فلها تملك يعني ما شاءت أن تملك، بشرط توفر القيود الشرعية كما هو الأمر بالنسبة للرجل. نعم. فعندها إذن ملكيتها الخاصة التي تتحكم فيه. بقي مسألة مهمة في هذا الأمر. نعم. وهي هذه الملكية، نعم، الخاصة لها أن تتصرف بالنسبة للتعويضات، يعني البيع والشراء وما يتصف ذلك الذي فيه عوض، هذا لا يتدخل فيه أحد أبدا. وأنا كثيرا ما يسأل الناس في قضية الراتب. نعم. عندما تكون الزوجة موظفة، نعم، ولها راتب، كثير من الناس يسألون لمن هذا الراتب. نعم. بطبيعة الحال الراتب لزوجة. نعم. لا يتدخل فيه الزوج أبدا إلا إذا تطوعت، لكن إذا كان الزوج منعها من الوظيفة هذه مسألة أخرى. أما إذا وافق على توظيفها فإن الراتب من حقها ولا يتدخل فيها الزوج. مسألة واحدة فقط، وهي، نعم، مسألة التطوع. نعم. هل لها للزوجة أن تتبرع بمالها؟ نعم. عند المالكية لها الحق في التبرع بالثلث من مالها. ثلث مالها لا يتدخل أحد فيه. نعم. أما الأكثر لا. لماذا؟ وليس للزوج أن يأخذ البقية أبدا. ولكن لماذا منعها أكثر من الثلث؟ لأن هي قضية حياة الآن صبحت ذات ارتباط بين الزوج والزوجة. نعم. فإذا تركت الزوجة تتبرع بمالها أو بمعظمه، فإن هذا يلحق ضررا بالزوج وأولاده وبالبيت بأكمله. نعم. وبالتالي كأنه مسؤول يراقب هذه الحالة الاقتصادية. أما بالنسبة لمسألة البيع والشراء وما في واستثمار الأموال وما إلى ذلك، لا دخل للزوج في ذلك، لا من قريب ولا من بعيد. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا. لعلنا نختم بموضوع النشوز، لأن باعتباره له علاقة بحق الطاعة الذي يعني يمتلكه الزوج، وهو أثر من أثار
عقد النكاح، لو تعرفنا معنى النشوز وما علاج النشوز كما هو في الشريعة الإسلامية. النشوز في الشرع هو امتناع المرأة امتناعها عن زوجها، يعني تترك الزوج سواء في يعني اتخذت محلا خاصا أو ذهبت إلى أهلها، يعني كل ذلك هذا نشوز. فإذا كان هذا النشوز يعني لا سبب له من الزوج فإن القاضي يأمرها بأن ترجع إلى زوجها. ويتحدث الفقهاء عن ارتفاع النفقة عنها في حالة النشوز، فإذا رجعت النفقة. والنشوز ممنوع، نعم، يترتب عليه إثم كبير. وهذه المسألة كما ذكرنا كلها تتصل بقضية رفع الضرر، فالنشوز إلحاق للضرر بالزوج، كما أن الزوج ممنوع من أن يضر المرأة بضربها أو شتمها أو سبها أو سب أهلها وما إلى ذلك، هذا كله ممنوع من الضرر. وقد تحدث عنه الفقهاء، ولها أن ترفع أمرها إلى القضاء، فإذا ثبت ذلك فربما تخير حتى في مسألة الطلاق. نعم. وما ذكره شيخنا القرآن الكريم في النشوز في قضية الهجر والضرب والعظة والوعظ قبل ذلك، يعني لو نزيد توضيحا شيخنا. مسألة الضرب، نعم، يعني ذكر القرآن قضية الضرب، يعني أباح للزوج أن يضرب زوجته في حالات نادرة هي. ولكن هذا الضرب بينه الفقهاء بأن يكون ضربا خفيفا غير مبرح. نعم، فممنوع أن يضرب زوجته ضربا مبرحا، ليس له ذلك. نعم. وإنما ضرب التأديب، كأنه يضرب ابنه. نعم، ربما أخف أيضا، ويكون ذلك يعني له أسبابه. أما مجرد الضرب هكذا فممنوعا لا قطعا يعني. نعم. والهجر شيخنا المقصود بالهجر؟ نعم، قضية الهجر جازه كذلك الشارع علاجا لقضية إذا تصرفت المرأة تصرفا لا يليق بالزوج. نعم، يعني له أن يهجر، هذا نوع من التأديب. يعني يمكن أن يؤدبها بالكلام، والكلام قلنا ممنوع السب وسب أهلها وغير ذلك. أنا ذكرت المسألة هذه وعولت عليها لأن كثيرا من الأسئلة تأتيني بأن الزوجة قد سب أهل زوجتي، أهل زوجتي دخلهم. نعم صحيح. نعم، فلذلك يعني للزوج أن يهجر زوجته إذا كان هذا من الأساليب التي يمكن أن يؤدبها به. فيعني لأن النساء يعني يختلف في استجابتها للتأديب، بعضها مجرد الكلام العادي، وبعضها بالكلام فيه نوع من التقريع، وبعضها بالضرب الخفيف الذي ذكرناه، وبعضها بالهجران. فالمهم في الأمور التي تستجيب لها المرأة وترجع إلى حالتها الطبيعية. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. استأذنكم في استقبال بعض الأسئلة من المشاهدين. الأخت سامية من غريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. مساء الخير شيخ. مرحبا. أنا نسأل على نبي كلمة للرجل اللي للأب اللي عاق مع أبنائها و مع زوجته، كيف الواحد يتصرف مع هالأبناء عندهم اسم إذا كان ما كلمش أو الأب، معلش يا أخت سامية، الأب كلمة للأب ماذا؟ الأب شنو؟ الأب اللي عاق مع أبنائه ومع زوجته. يعني الأب يعني شو معنى عاق؟ يعني عاق تكون للوالدين. ما يصرفش عليهم، ما يضرب فيهم، يسب فيهم، ممكن تحملوه هلبة، لكن نعم طيب بعد ما عارفين كيف يتصرفوا معه، هل الأم تتطلق منه وهم يمشوا في الجان؟ تمام، بإذن الله تسمعي الإجابة إن شاء الله. الأخت تمت. نعم طيب، جربنا كل الحلول وحل يقترح علينا الشيخ. بإذن الله تسمعي الإجابة إن شاء الله. الأخت أمت الله من الجبل، مرحب بك. أخت أمت الله. أيوه السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام، أنت على الهواء، تفضلي.
معلش يعني سألت يمكن في الماضي نزيد نوضح السؤال. وهو سؤالك أختي تفضلي. عندي سؤالين لو سمحت. نعم. ياتكم فضيلة الشيخ حمد يسمعني بس كان عنده استفساري نقول له عليه. نعم تفضلي. ياتكم في الاستماع. نعم تفضلي تفضلي يسمع فيك الشيخ. سألت يوم الاثنين الماضي قلت لك يعني أنا في الدورة الشهرية. بعد انقطاع الدورة نقطة فترة يعني ينقطع الدم نهائيا ويجيني سائل أصفر. في البداية تكون صفرة شديدة. وبعدين ما نغتسلش يعني نستنى لما تكون صفرة شديدة يعني نستنى. وبعدين الصفرة تكون بين المتوسطة والخفيفة ونقعد 6-4 أيام 5 أيام. فأنا يعني ونشوف فعل الصفرة المتوسطة والخفيفة نشوف فعلا حتى في أيام الظهر. نعم. يا اخت امه الله يعني انت سالتي هذا الاسبوع الماضي بس عندي اسئله يعني انت كيف حكمتي انت قلتي بعد انقطاع الدم كيف عرفتي بان الدم انقطع انت عندك يعني علامتان زي ما بين لك الشيخ الاسبوع الماضي علامه الجفوف وعلامه القصه البيضاء انت كيف حكمتي على ان الدم انقطع اذا كان سائل اصفر في اثناء الدوره فهو من ضمن الدورة لأن الصفرة والكدرة كما يسميها الفقهاء هذه جزء من الدورة فأنت كيف حكمت على أن الدورة أو الدم انقطع هل بإحدى هاتين العلامتين أو كيف عرفت ذلك يعني قد يكون لحظة بس قد يكون السائل الأصفر اللي ترينه هذا جزء من الدورة أتوضح لك أنا طبعا من دوات القصة مش من دوات تمام كويس نعم السائل الاصفر هذا اللي يكون ما هو بعد انقطاع الدم تكون في صفره شديده. كويس. طبعا نستنى او قدره احيانا قدره وصفره شديده. كويس. نستنى ما تغسلش بعدين بعد ايام خلاص ما في دم نهائيا في سائل اصفر ينزل وهذا نشوف فيه يعني السائل الاصفر هذا حتى في ايام الطهر. اها سائل اصفر تشوف فيه حتى في ايام الطهر نعم. ايه. وبعد لكن ما احنا يعني هي عقب الدوره مباشره فانا نشك نقول ربما يكون تابع الدوره تستمر 3-4 أيام وانا الغالب على ظني هذا السؤال المهم عندي يا الشيخ اسمعني الغالب على ظني ان السائل الاصفر هذا ما يغلب على ظني انه طهر فانا هو السؤال هنا هل نعتقد بغلبه الظن بالنسبه لي هذه قدرتي الشخصيه؟ وسائل معلش معلش السائل الابيض القصه البيضاء شو فيها بعد هذا السائل الاصفر ولا متى بالضبط؟ يعني حتى في ايام الطهر نشوفها مرات ومرات ما نشوفها يعني حتى في ايام الطهر ينزل لي السائل الاصفر هذا لا لا انا اقصد القصه البيضاء القصه البيضاء يا يعني اخت امة الله القصه الاصفر الخفيف لما يكون شديد لا لما تكون الطفره مشتده انا ما نتصلش نستنى القدره تمام باذن الله تسمعين الاجابه ان شاء الله الشيخ يكون في الاستماع نعم في حد اخر؟ طيب شيخنا الآن الأخت سامية من غريان سألت قالت تريد منكم توجيها لبعض الآباء بعض الآباء يعني هي عبرت بأنه عاق لأولادي تقصد بأنه هو ما يصرفش عليهم ولا ينفق عليهم ولا وأيضا أحيانا قالت يضرب فيهم وتريد كلمة لهؤلاء ما الذي يعني تحملوه قد يصل الأمر إلى الطلاق ربما فما الذي ينبغي لهم فعله يعني لم اسمع السؤال سماعا كاملا لكن فهمت منه ان لا ينفق عليهم الاب نعم ويضرب فيهم ومعاملته لهم سيئه جدا هكذا فهمنا نعم المعامله هذه ممنوعه ان يعامل الناس معامله سيئه حتى خارج البيت نعم احنا المعامله السيئه حتى المسلمين بعضهم لبعض ممنوع ان يعامل بعضهم بعضا معاملة سيئة نعم فما بالكم بقضية أهل بيته هذه قضية ممنوعة يعرفها هو نحن لا نملك شيئا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويبصره بالطريق السوي المستقيم نعم أما بالنسبة لقضية لا ينفق عليهم هذه قضية مشكلة نعم فواجب عليه الإنفاق على زوجه وعلى أولاده القصر حتى يبلغ الذكور وحتى يدخل بالإناث نعم. ولو عن طريق القضاء كما ذكرنا نعم. لكن المفروض أن هذه الأمور لا تصل إلى القاضي نعم. بل الزوج نفسه يعرف هذه الحقوق الواجبة ونذكره بأنه سيترك هذه الدنيا الله أعلم بعد مدة وجيزة أو مدة طويلة ولكنه مغادر لهذه الدنيا ولذلك سيحاسبه الخالق حسابا عسيرا وينتقم منه حيث لا دينار ولا درهم عندئذ نعم. فيؤخذ من حسناته هذه لابد الإنسان أن يفطن إليها
والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. الأخ عبد الرزاق من نالوت، تفضل أخ عبد الرزاق. بارك الله فيك. سلام. نعم تفضل. تفضل عليك. بارك الله فيك مع البرنامج الطيب القيم، ربي على مدى حسنات إن شاء الله. نعم أمين تفضل. أنا مدة فات عندي، كانت عندي مداخلة أكثر مرة في قناتكم الموقرة. نعم. بخصوص صلاة الفجر، توقيت الفجر. نعم. الساعات اللي موجودة في الجوامع توقيت صلاة الفجر قبل الوقت الشرعي بحوالي 20 أو 25 دقيقة. بإمكان أي شخص متعلم. نعم. يتبع التوقيت قبل فعل. زود قبل التوقيت الشرعي ب 20 25 دقيقة قبل نعم. الفجر السابق يعني. نعم. فياريت لو حد يتابع الموضوع بالضبط ويديروا حل المشكلة هذه. الأغلب الناس يظلوا بعد الهدف 5 دقائق 10 دقائق وفوق قبل دخول الوقت الشرعي يعني. أستاذ عبد الرزاق. سؤالي للشيخ لما ضيفت عندي مداخلة معكم. نعم. قال أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون في غلس. نعم. فسؤالي غلس. قبل طلوع الفجر الصادق او بعد خروج الفجر الصادق. تمام. استاذ عبد الرزاق انت كيف عرفت بان هذه الساعات او الوقتات الموجوده في المساجد الوقت الموجود فيها يعني قبل الوقت الشرعي ب 20 دقيقه، كيف عرفت ذلك؟ هل بناء على معايير ومقايسات ويعني تجارب منك ومن غيرك استاذ عبد الرزاق؟ بالضبط بالضبط. ومشكله هذه لها حوالي 10 سنين تبعتها يا اخي ازيد من سنه 8 وانا اتابع في الموضوع وقت من شخص يتابعه من اكثر من منطقه. شوفوا نقف بالفعل التوقيت الشرعي للساعات اللي موجوده في الجوامع لكن قبل التوقيت الشرعي بحوالي 20 25 دقيقه. في الشتاء تنزل حوالي ربع ساعه توصل الفرق. لكن في الصيف توصل حتى ل 25 دقيقه وازيد بشويه مرة. وهذا في خصوص نالوت بس ولا في المناطق كلها استاذ عبد الزاك؟ اغلب المناطق. تمام باذن الله تسمع الاجابه استاذ عبد الزاك. حاضر شكرا. بارك الله فيك. وياك اليوم حل في الموضوع. انا في الفعل ثبت وياك اليوم حل في الموضوع باذن الله تسمع الاجابه. هذا الان الاجابه تكون شرعيه والامور اللي طبعا ترجع لاولي الامر في وزاره الاوقاف والافتاء. الاخ محمد من الخمس. اخ محمد. ايوه معاك. تفضل يا ريت تسمعني من الهاتف لو سمحت. تفضل اخ محمد. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. الشيخ حمزه ابو فارس قدوتنا شيخنا. نعم بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. نقول لك فيه في موضوع محيرني جدا وقلنا نطرح على الشيخ بسرعه بسرعه بس استاذ محمد تفضل. عندي وحده انا سافرت لها وصلت دكتوره لشهاده الدكتوراه. استاذ محمد عندك شريط معلش ما سمعتك كويس. عندي وحده قلت لك قريتها الى وصلت درجه الدكتوراه. طيب. عافيه شيخ. اي نعم تفضل استاذ محمد نعم. الصوت كويس. اي كويس تفضل تفضل. المهم ليه احنا توا 20 سنة يعني صرفت عليه اللي قدامي وفي ورائي. نعم. انت عارف انت صفتك دكتور وعارف التعليم ومصاريفه. نعم. و20 سنة ما كلمنيش ولا اتصل بي حتى الاتصال. بينما واحدة من خواتها جاها واتصل بها. يعني اللي هو ابوه بعد قضيه يعني حقوقها الواجبة عليها. نعم. وخليت معناها بانتباهها به في المجتمع وفي ودينيا صمت وراح ان هو تخصص في الاعلام وفي طرابلس قاعد هنا في طرابلس مش في دولة ثانية صمت وعلى هذا الشيء ما عدلش عليه بوبك. يعني فترة طويلة جدا استاذ محمد ما اتصلش بك ابنك يعني. نعم. فترة طويلة جدا لم يتصل بك ولم يهاتفك حتى مهاتفة. ابدا انا صورت وكتبت رسالة يعني اقصى يعني كلمة الدين. نعم. ما اتصلتش عليه حتى برسالة ولا بالهاتف.
ولا حتى مراسلة شخص مثلا يقول لنا احنا السلام لوالدي. تمام باذن الله تسمع توجيه الشيخ يا استاذ محمد ان شاء الله. صلى الله يلوم الشمل باذن الله. دكتور فوزي شكرا يا اخي شكرا. نعم شيخنا الأخت أمة الله يعني الأسبوع الماضي اتصلت وعرضت قضيتها ولعلكم كنتم في الاستماع إليها شيخنا، مش عارف لو كان عندكم رد، أنتم ما بنتم لها الأسبوع الماضي لكن لو عندكم إضافة أو شيء. الإضافة ما هي؟ ما سمعتها. هي لا هي لم تضيف شيئا، هي قالت بأن لو أعيد لك سؤال قالت يعني تأتيها الدورة وبعد انقطاع الدم هكذا قالت يأتيها وينزل منها سائل أصفر ثم تنزل القصة البيضاء على ما سمعت. أنا سألتها كيف حكمت على الدم بأنه انقطع ما دام ينزل هذا السائل أصفر، قالت هذا السائل أصفر ترى حتى في أيام الطهر، وهي قالت بأنها هي من ذوات القصة البيضاء وليست من ذوات الجفوف، فهي تقول بأنها تنتظر حتى مدة نزول هذا السائل الأصفر تنتظر ولا تصلي، يعني ما الحكم؟ طبعا انت يعني اجبتموها انتم في قضيه ان السائل الاصفر والبني هو من توابع الحيض ولذلك لابد ان تنتظر، لكن ان كان ياتيها حتى لا تكون حائضا مثلا حتى لما كانت صغيره هذه مساله طبيه، اذا كان مترتبه عن مرض فلا بد من عرض هذا السائل على الاطباء فيعرفون ان كان هذا من توابع الحيض، لأن كما ذكرتم لها الكدرة والصفرة تعتبران من توابع الحيض ولهما حكم الحيض. نعم. أما إذا كان هي مسألة أخرى مادة أخرى لا نعرفها، هذه يعرفها الأطباء فهم الذين يقررون ذلك والله أعلم. نعم بارك الله فيك. طبعا هي عندما قالت يأتيها في غير أو وقت الدم تقصد في غير أيام الدورة، يعني ليس قبل يعني أن تأتيها الدورة في الأصل يعني. نعم ربما. نعم طيب شيخنا أيضا عبد الرزاق من نالوت هو قال بأن عمل مداخلة سابقة على هذا البرنامج يتكلم على بخصوص توقيت صلاة الفجر ويؤكد هو بناء يبدو على تجاربه ويعني بعض التعييرات التي عملها هو وبعض من معه، قال بأن صلاة الفجر يؤذن لها قبل وقتها الشرع بحوالي 20 إلى 25 دقيقة هكذا قال، وفي الشتاء ينقص الأمر إلى 15 دقيقة، وبعض يقول هو بعض المساجد ربما تصلي بعد الأذان ب 15 دقيقة فيكون صلاتهم يعني في قبل دخول الوقت، فما تعليقكم؟ وأنا أولا لا أتقن هذا الأمر ولا أعرفه وليس من تخصصي. نعم. لكن إذا كان هذا كما ذكرتم له كيف عرفت ذلك؟ هل هذه قضية يقينية؟ لا شك فيها، هذه مسألة أخرى ولا بد من عرضها على المسؤولين في هذا المجال وهي وزارة الأوقاف أو إدارة أو مؤسسة الأوقاف أو دار الإفتاء، هي التي تفصل في ذلك ولها آلاتها ولها أناسها الذين يعرفون هذه الأمور. فإذا تأكدوا من ذلك نعم كلامه صحيح، لكن إذا كان القضية اجتهادية فردية أو في منطقة محددة كما ذكرتم وأحيانا تحدث ذلك، أنا أضبط أن بعض السنوات الماضية منذ 10 سنوات أو كذا كلمنا أحد الإخوة من منطقة في الجبل يعني قال إن يعني الغروب الموجود في الآلات أو في الإمساكية خصوصا في رمضان قال إن المغرب يقع قبل أن تغرب الشمس، قال وقد أريت لبعض الناس الشمس طالعة والحال أنها قد غربت في قضية الجداول. هذا متأكد من هالمسألة، ويبدو لي أن الأوقاف بعثت له لجنة أو وفدا أو شيء متأكد من هالمسائل هذه. على كل حال القضية التي ذكرها الأخ بارك الله فيه أنا لا أستطيع أن أجيب عنها لأنها ليست من تخصصي. نعم. والله أعلم. بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. شيخنا السيد محمد من الخمس يقول بأن يعني يعرض قضية له، يقول بأن عنده ولد يعني يعني بتعبيري قال قريتها لين وصلي درجة الدكتوراه وليه أكثر يقول هكذا 20 سنة أو صرف عليه مدة 20 سنة في دراسة أو لعل 20 سنة لم يكلمه ولا اتصل به بينما كان
يحادث أخته، فيريد توجيها منكم لهذا الولد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني كنت أظن أن قضية بر الوالدين يعني لا يحتاج الإنسان إلى أن يشجع عليها أو أن يتكلم فيها، لأنها تلقائية وقد وردت في القرآن الكريم بصريح العبارة، ويعني حتى في الأمور العادية مش عدم الكلام، حتى قضية أف ممنوع عنه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم. يا سبحان الله، كيف لا يكلمه 20 عاما؟ نعم. وحقوقه لا تعد ولا تحصى عليه، ثم بعد ذلك نقول له اغتنم هذه الفرصة قبل أن تموت، لأن هذه مسألة لا ترقع. نعم. إذا فاتك هذا الأمر، إذا نعم مت أنت أو مات والدك، خصوصا الأخيرة، إذا مات والدك وهو عليك غاضب، فقد يعني الله سبحانه وتعالى أراد بك شيئا يعني لا تحتمله يوم القيامة. نعم. فلابد أن تستيقظ، لابد أن تنتبه الآن قبل فوات الأوان. فلابد أن تجدد علاقتك وتعتذر إلى أبيك. كيف واحد ما يكلم اسمه 20 عام؟ قضية لا تتصور، حتى مش 20 عام، حتى أيام معينة. نعم. فهذه يعني ماذا فعل لك أبوك؟ وهو الآن هو يحاول أن يراسلك، هب أنه حتى غلط معك، وهذه لا تساوي شيئا، لكن كلامك نفسه أو كلام الوالد عفوا يدل على أنه يعني لم يفعل ذلك، بدليل أن محاولاته أن يكلمك وأنت لا تستجيب. هذه قضية يعني أنت تراسل أختك وتمتنع من مراسلة والدك، إن هذا لشيء معكوس. فيعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمك رشدك وأن يرجعك إلى الصواب. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الشيخ الدكتور العلامة حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات بدار الإفتاء الليبية. أشكركم شكرا جزيلا على هذا الطرح وهذه التوجيهات، وأشكر لكم أيها الأفاضل الموصول على حسن المتابعة، وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا.